النهارده بنسأل عشان نشوف ايه اللي حصل لهند. هند الفاسي اللي اتجوزها الامير تركي ابوها شمس الدين الفاسي من اصول مغربيه ومعاها الجنسيه السعوديه. ابوها كان هو سر الازمه مع السعوديه. تعال نشوف مين هو شمس الدين اللي ارتبط بعلاقات قويه مع الاملوك والامارات واللي علاقته كانت سببا وطريقا للزواج اللي حصل بينها وبين الامير تركي واللي قلب الاحداث راسا على عقب. شمس الدين الفاسي امام صوفي مغربي في عام 1926 ولد شمس الدين الفاسي بالمملكه العربيه السعوديه والذي تعد اصوله من مدينه الفاس بالمغرب حيث هاجر جده الى الحجاز وعاش هناك. له 5 أبناء وهم مصطفى وعلال ومحمد وطارق وهند، ويشتهر بأنه صاحب طريقة صوفية، واشتهر بعلاقته الوطيدة بالعديد بملوك السعودية. وفي عام 1980 ورغم علاقته القوية بالأسرة المالكة إلا أن زواج ابنته هند من الأمير تركي ابن عبد العزيز آل سعود أغضب ملك السعودية وأمرائها، وتسبب في إجباره على ترك المملكة والحياة بين مصر ولندن. وفي ديسمبر من عام 2002 توفي الفاسي في مصر، وطلب أن تكون سيارته الليموزين الخاصة موجودة أمام قبره وأن يتم دفن مقتنياته معه، وتم وضع حراسة خاصة على مقبرته. ده شمس الدين الفاسي اللي كان إمام صوفي وعمل طريقة اسمها الشاذلية الفاسي. فيديو ده من التلفزيون المصري اللي هتشوفوه، وشمس الدين الفاسي بيتكلم عن أولياء الله الصالحين. الدقائق التالية إخوة الإيمان يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور شمس الدين الفاسي إمام الطريقة الشاذلية الفاسية ورئيس المجلس الصوفي العالمي. نود أن نبين لحضرات السادة المشاهدين المعنى العام للولاية كما أرادته الآية القرآنية الكريمة. الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن في النهاية غادر شمس الدين مع أولاده اللي قلنا أساميهم، ومن ضمنهم بنته هند والأمير تركي اللي اتجوزها للمنفى في مصر. مصر كانت منفى، والأمير تركي اللي اتجوزها للمنفى في مصر. مصر كانت منفى. أمير تركي كان بيصرف مبالغ باهظة شهريا في مصر. أول ما أقام في هيلتون رامسيس في وسط القاهرة، فندق من فنادق ال5 نجوم، واحتلوا الفندق. عايز أقول لك إنه يعني هذه الكلمات سمعتها من الاتش آر في هيلتون رامسيس شخصيا كان اسمه أسامة النحاس. قال لي إحنا عندنا 3 أدوار، هم كانوا تقريبا في الأدوار 27 28 29 واخدينها في هيلتون رامسيس. قال لي احنا عندنا 3 أدوار، الهاوس كيبنج عندي ما دخلوهاش. وقال لي عدد سنوات انا مش فاكره، يعني قال لي رقم سنوات، قلت له مش ممكن. قال لي قسم بالله ما دخل لنا واحد من الهاوس كيبنج، دخل ال3 أدوار دول بقالنا كام سنة؟ قال لي الرقم اللي هو قاعد فيها الامير ترك وهند. تعال نشوف واحد من المطربين وهو بيتكلم على الهدايا اللي خدها من الامير تركي، بس للاطلاع مش اكتر. فاكر ارتبطت بيك بعض الشائعات، قيل انه الاميره سماهره بقى الله هي ماتت مش كده ولا موجوده؟ اي مكان اميره خارجيه خطفتك الحمد لله وقصدها؟ لا موجود الحمد لله. والله قلت لهم اديتك عربيه مش هقول اسمها، عربيه ضخمه جدا الحمد لله. لا بجد، ايه سر اختفائك وعودتك انت؟ والله هو بس انا عملت الاميرات وايه حكايه الاميره الشهره علاقات شخصيه بتكتسب بعض الشخصيات العامه او الشخصيات الامراء الشيوخ طبيعة شغلك يعني ومش هي شخصيا يعني والامير تركي بن عبد العزيز ال سعود. في شهاده من المفكر كمال زاخر تقدر تديك كده لمحه كيف كانت تسير الامور مع العائله الملكيه في الاراضي المصريه. حد يفتكر معايا الاميره اللي كان اسمها هند الفاسي، وكانت مطلوبه في 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 تنفيذ حكم الجنحه، وكانت تقيم باحد الفنادق. الأول رايحة دي أميرة سعودية؟ هي توفت، رحلت يعني عن عالمنا. تمام. لكن في هذا التوقيت راحت الأول اللي منوط بها تنفيذ الأمر الضبط والإحضار وبتوع تنفيذ الأحكام وكذا.
وفجأوا في الفندق بأن حوالين الست دي حراسة مسلحة خاصة بيها. فقائد المجموعة حسبها بسرعة، لأنه لو تقدم وقبض عليها وكان هما بالضرورة هيواجهوهم بإطلاق نار، كان هيقع قتلى وجرحى وكذا، كان سمعة السياحة هتضرب في عمقها في وقتها، طبعا مش بتكلم على دلوقتي. كانت الأمور هتتصاعد بدرجة غير عادية، ربما تصل إلى أزمات تتجاوز الحدث نفسه. المبالغ اللي كان بياخدها الأمير تركي ما كانتش مكفية حياته الفارهة، وحصلت خلافات بينه نتيجة ده الفلوس، فحصلت خلافات مع هند، فطلب انه يرجع للمملكة وكلم اشقائه انه عايز يرجع للمملكة العربية السعودية، الأمير تركي بن عبد العزيز اخو الملك، فاشترطوا على الشرط الاساسي اللي هو سبب المشكلة انه يعود بمفرده، يعود بمفرده. طب هند يعمل معاها ايه؟ رجع للرياض وساب هند الفاسي زوجته، وفي 22 اغسطس توفت هند الفاسي بشكل مفاجئ. مفاجئ. اخوها قال ان الامير تركي ابن عبد العزيز هو اللي قتلها، وحصل خبر وحصل تحقيق في الوفاة. تفجرت حرب اتهامات بين عائلة الأمير السعودي تركي بن عبد العزيز وأشقاء زوجته الراحلة الأمير هند الفاسي قبل مرور ساعات على تشييع جثمانها، إذ تلقت نيابة أول أكتوبر 3 بلاغات مضادة من الطرفين، ورفع الأمير علال الفاسي شقيق الراحلة بلاغا للنيابة يتهم فيه الأمير تركي وأبنائه بقتل أميرة هند ووضع السم لها في الطعام. الخبر الجديد بقى اللي نزل 26/8/2010 بعد يومين من الخبر الأولاني، علال الفاسي يتنازل عن اتهامه للأمير تركي بقتل هند. مصر كلها بتضرب الريموت، انت فاهم. تنازل علال الفاسي شقيق الأميرة هند الفاسي على البلاغات اللي قدمها ضد الأمير تركي وأبنائه بالتسبب في وفاة شقيقه شقيقته هند. طبعا كل الكلام ده جاي عايم، ما تبقاش عارف هو ازاي عرف ان هم قتلوها وازاي كده وايه القصة، ما بيتحكيش المربعات دي. التحقيقات اللي حصلت بعد ثورة يناير المجيدة لخصناها لحضرتك في الدقيقتين دول. وفي يوم الاثنين 28 فبراير 2011 أعاد النائب العام فتح قضية اختطاف علال الفاسي من القاهرة، وبدأ المحقق في سؤاله: ما اسمك بالكامل وصفتك؟ علال ابن شمس الدين ابن محمد عبد الله الفاسي، عمري 50 سنة، سعودي الجنسية، أحمل جواز سفر رقم H44-63-54. ما تفصيلات شكواك؟ اللي حصل ان عقب وفاة شقيقتي الاميرة هند بن شمس الدين الفاسي زوجة الامير تركي بن عبد العزيز ال سعود، وفي اليوم التالي للوفاة وانا في جناحي في فندق موفنبيك 6 اكتوبر بصحبة والدتي وزوجتي واولادي وخدمي وحرسي الخاص، فوجئنا الساعة 5 مساء بصراخ كبير ومجموعة كبيرة من الرجال بترتدي زي كاكي وماسكات سودة، وطلبوا من الجميع النوم على الارض، ثم كسروا الباب الرئيسي للجناح ودخلت علينا مجموعة كبيرة لا أستطيع حصرها، معهم 4 بملابس مدنية والآخرون مدججون بالسلاح، وألحقوا بي أذى شديد لنفسي وقاموا بضربي، وقامت والدتي لحمايتي، فقام أحد الرجال بخنقي وضرب والدتي بمؤخرة الرشاش اللي كان بيمسكه، شفتها وهي بتترنح وسط صراخ أولادي وزوجتي لإرهابهم ورعبهم، وخلال ثواني كنت مسحوب خارج جناحي متجه إلى السلالم الخلفية مباشرة التي لم تكن مفتوحة من قبل وكانت مخصصة لأمن الفندق، إلا أن الفندق فتح لهم السلالم دي وتعاون معاهم بالصعود إلى جناحي للقيام بالأفعال اللي ذكرتها. ثم اتجهت إلى سيارة شروكي مع 4 المدنيين، وخلف تلك السيارة حوالي 16 ميكروباص أبيض. انتظرت هذه الميكروباصات الجنود حتى نزلوا من جناحي، ثم أخذوني إلى ميدان الفندق الرئيسي البهو، ثم أوقفوا السيارة وأسرع مدير الفندق عمرو القليمي ومدير أمن الفندق الذي لا أذكر اسمه حاليا، وقدم إلى الشباك الخلفي للسيارة وسألوهما: هل هذا هو علال أم لا؟ فأقر القليمي ومدير الأمن بأني علال، فاتجهوا بسيارتهم خارج الفندق وتلقوا اتصالا هاتفيا فيه، عرفت أنني كنت متجها إلى جهة ثم تم تغييرها إلى مطار القاهرة.
لما وصلنا مطار القاهرة صار رقم واحد، نزلنا وسلموني لأربعة آخرين، وأخذني هؤلاء الأربعة حتى صعدنا في صالة كبار الزوار وجلسنا سويا، تحدثنا سويا. فقلت لهم: من هؤلاء الذين قاموا بتوصيلي إليكم؟ أخبروني أنهم حرس الرئيس الخاص، وهم تابعون لجهاز أمن الدولة، وتلقوا تعليمات من وزير الداخلية ومن مدير مباحث أمن الدولة. أنا آسف يا جماعة. من هؤلاء الذين قاموا بتوصيلي إليكم؟ أخبروني أنهم حرس الرئيس الخاص، وهم تابعون لجهاز أمن الدولة، وتلقوا تعليمات من وزير الداخلية ومن مدير مباحث أمن الدولة بتسليمي إلى السلطات السعودية اللي هتيجي تاخدني بعد شوية. بعد ذلك فوجئت بدخول شخصية مهمة عرف نفسه بأنه مدير أمن الدولة، الذي قال لي: أنا جيت أتعرف عليك لأني تحدثت إلى كل الدكاترة وعلمت أنك بريء ومظلوم، ولكن دورك يتعدى سلطتي. فعرضت عليه أني أحمل الجنسية الأسبانية، فإن كان هناك مغادرة فلابد أن أرحل إلى محل إقامتي. وبعد ذلك بساعات تحركنا بسيارات إلى طائرة سعودية خاصة، صعد معي مدير أمن الدولة ومعه أربعة، وسلموني لمسؤول سعودي رفيع المستوى على باب الطيارة، وسافرت الطائرة إلى الرياض. سين: ما الذي حدث عقب قيام هؤلاء باصطحابك من جناحك الكائن بفندق موفنبيك؟ جيم: هم خدوني بسيارات وذهبوا بي إلى مطار القاهرة. سين: وبمن تقابلت بمطار القاهرة؟ جيم: أربعة لابسين مدني ببدل وجرفتات، وعلمت منهم أنهم ضباط في أمن الدولة. سين: هل تعلم أسماء هؤلاء؟ جيم: لا أعلم. سين: ما الحديث الذي دار بينك وبينهم؟ جيم: أنا سألتهم مين اللي جم عندي في الفندق وخدوني، وسألتهم عن سبب ذلك، فأفادوا بأنهم حرس الرئيس مبارك الخاص، وكل دورهم أنهم طلبوا من وزير الداخلية ومدير الأمن تسلمي وتسليمي. سين: ما الذي حدث عقب ذلك؟ جيم: حضر لي شخص وأعلمني أنه مدير أمن الدولة، وأخبرني بأنه علم بتفاصيل المشكلة وأني لم أذنب في شيء، وأن هذه أوامر بترحيلي وتسليمي إلى خصومي. سين: وما سبب قيام الذين قاموا باصطحابك عنوة عنك بذلك؟ جيم: أثناء وفاة شقيقتي في اليوم الذي يسبق يوم الوقعة، تشككت في وفاتها، وقمت بتكليف محامي وكيل بالإبلاغ عن وقعة الوفاة، فعلموا بذلك فأسارهم وقرروا خطفي، وتعاون معهم رجال الأمن المشكو في حقهم. سين: ما الذي حدث عقب حديثك مع الشخص الذي أخبرك بأنه مدير أمن الدولة؟ جيم: أنا أخذوني إلى الطائرة، طائرة سعودية خاصة، لتسليمي لأشقاء الأمير تركي بالسعودية، وأنا في السعودية علمت من المسؤولين بقيام مسؤول سعودي بارز بالاتصال بالرئيس مبارك وتكلفهم بخطفي وإحضاري إلى السعودية. وبماذا أخبرك هؤلاء؟ سين: وبماذا أخبرك هؤلاء؟ جيم: هم أخبروني بأن المسؤول السعودي البارز اتصل بالرئيس السابق حسني مبارك وكلفه بإحضاري إلى السعودية، نظرا لأنني تشككت في وفاة شقيقتي وخطورة هذا الأمر على العائلة المالكة السعودية، فقام الرئيس بتكليف جمال مبارك الذي أعطى أوامر لهذه الفرقة السالف ذكرها للقيام بتلك العملية تحت إشراف وزير الداخلية ومدير فندق موفنبيك. سين: ما الأمر الذي دعاك إلى التشكك في وفاة شقيقتك؟ جيم: شقيقتي توفيت بطريقة مفاجأة، وما كانش لديها من المرض ما يؤدي إلى الوفاة بهذه السرعة، ولا بما ستره التقرير الطبي الصادر بشهادة الوفاة، ولأسباب منعي رؤيتها. سين: ومن تتهمه تحديدا بالقيام بالوقائع التي قمت بالإدلاء بها؟ جيم: الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجله جمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي، وعمر القليني مدير الفندق ومدير أمن فندق موفنبيك، وذلك بتكليفهم باختطافي من قبل مسؤول سعودي بارز. سين: وما دليلك على هذا الاتهام؟ جيم: قاموا بترحيلي دون سمة سند، وأنا علمت من المسؤولين أن هذا الترحيل تم بأمر صادر من الرئيس السابق حسني مبارك عن طريق نجله، وغير مدون بشهادة تحركاتي أنني قمت بمغادرة البلاد والقبض علي دون مذكرة من النيابة العامة.